إذا كان هناك مقيمين ومسافر، فهل يتقدم المسافر ويصلي بهم لأنه أولاه بالإمامة؟ وإذا صلى بهم فهل يقصر الصلاة مع العلم أنه قد يحصل تشويش عليهم لأن أكثرهم عامة وطلاب مدرسة مثلا؟ إذا كان أقرأهم وليس فيه إمام راتب فهو أولى بإمامة، ويصلي ركعتين ويسلم ويخبرهم من قبل بأنه سوف يصلي ركعتين لأنه مسافر، وكونه يشوش عليهم إنما يقع هذا التشويش من الجهل بالسنة، ولو كانت هذه السنة معروفة ومعلومة للناس ما حصل التشويش. فكونه يصلي ركعتين ويسلم ويخبرهم من قبل أنه مسافر وإنه سيصلي ركعتين، هذا فيه نشر من السنة. ولو كانوا طلابا صغار، إذا كانوا طلابا صغار وخشي أن يفهموا شيئا آخر فلا بأس أن يقول للمقيم صلي أنت لا إله إلا الله، ولو كان فاسقا. الفاسق صلاته صحيحة، ومن كان صلاته صحيحة فإنه تصح إمامته.